جاء مقترح من القاعة للحسم في التصويت، وعرضت هذا المشروع القرار على المجلس الوطني، وهو يقضي بتخفيض العقوبة ب50%، بمعنى بلاص 18 شهر أصبحت 9 أشهر. وصوت المجلس الوطني بأغلبية مطلقة، بحيث قلت من يصوت لفائدة القرار ومن يصوت ضد القرار ومن يمتنع على التصويت. كانت النتيجة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الوطني صادقوا على تخفيض العقوبة من 18 شهر إلى 9 أشهر. حميد شباط يدل ويؤكد على أنه أسلوبه ديكتاتوري وبلطجي أكثر ما هو. هو نزلوا العقوبة إلى 9 أشهر، الحكم إلى 9 أشهر، نوقفوا 9 أشهر، ودائما في يعني إقصاءكم من المؤتمر، هذا هو التوجه، وما كان لا تصويت لا والو. أخذ الميكرو وبداو يديروا نشيد، قالوا على أنه كان مفوض قضائي اللي غيثبت الصفة الحاضرين. طلبت عدة مرات من لا رئيس اللجنة ولا المحامي أستاذ طرابلسي أين هو هذا المفوض القضائي اللي غادي يضبط، ما كاينش فينو. ما كاين لا مفوض قضائي لا والو، إذا ما تبتوش حتى الصفة. ثم التصويت كان خاصو يكون سري كما طالبنا به، باش يكون هناك يعني تصويت عادل ومنصف بالنسبة إلينا. هاد الشروط كلها ديال المحاكمة العادلة، ونتأسف أن بقيادة يعني حميد شباط ما كايناش الديمقراطية الحزبية، فإذا المحاكم دائما بيننا. وهناك قضاء اللي غادي يمكن أنه ينظر في القضية وفي الشبهات والاختلالات، لا الشكلية ولا في الموضوع اللي عرف هذا الملف ديالنا داخل حزب الاستقلال منذ أنه تحل على لجنة التأديب. يعني القرار الذي يصدر هو قرار دائما بنيتي في نفس يعقوب، بغاية يعني إقصائنا من المحطة المقبلة ديال المؤتمر. حميد شباط للأسف يظهر في هذه الشهور الأخيرة واحد الرغبة في إقصاء كل من يخالفه الرأي، اللي ما متفقش معاه، اللي ما تيمشيش في الاتجاه ديالو، كيعارضه وكيقصي من حزب التغيير. وهذه المعركة هي معركة قانونية ومشروعة ونبيلة ليعود حزب الاستقلال على ثوابته وعلى سكته التاريخية والحقيقية التي ينتظره المغاربة فيها إن شاء الله. وهذه المعركة ستنتهي إن شاء الله بانتخاب أمين عام جديد، الذي لن يكون أستاذ حميد شباط، لأنه بلور وأظهر يعني من خلال قراراته ومواقفه وآخرها طريقة تدبير هذا الاجتماع. هذا الاجتماع كانت فرصة له ليجمع الشمس وليخرج هو وحزب الاستقلال الكبير من هذه المرحلة، لكن كجميع يأخذ دائما الطريق الأسوأ، وهذا نأسف له. وشكرا.